كلارنس هو كرتون مفضل عند الجميع. للوهلة الأولى هتحس إن هو كرتون عادي بيحكي عن الفتى كلارنس ومغامراته المشوقة والمثيرة. كلارنس هو فتى عادي جدا وبيعيش في عالم واقعي ومفيش أي حاجة غريبة، بل إن كل أحداث الكرتون واقعية وبتشبه عالمنا الواقعي. كلارنس كل يوم بيروح مدرسته وبيلعب مع أصدقائه وبيحب أصدقائه جدا، خاصة جيف وسومو. بيقضي كل وقته معاهم ومع أصدقائه التانيين، وبيحب أمه ماري أكتر من أي شيء في الحياة. كلارنس يمتلك قدرة بتخلي كل المواقف سعيدة ومبهجة، وأي موقف بيتحط فيه بتحب إن أنت تسمعه وتتفرج عليه. لكن الحقيقة والنظرية المرعبة هتغير كل ده تماما. الموضوع سوداوي ومظلم أكتر مما تتوقع. في البداية خليني أعرفك على أهم شخصيات الكرتون، لأن ليهم دور كبير في النظرية. كلارنس طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، ما يعرفش فين أبوه الحقيقي. جيف هو صديق كلارنس، راسه مربعة. والله أنا مش بتنمر، بس هو فعلا راسه مربعة، مهووس بحاجة اسمها نظافة. أما سومو فهو صديق كلارنس المفضل واسمه الحقيقي راين. كان عنده شعر في البداية لكن كلارنس حلقه. ماري أم كلارنس الحنون عندها مشاريع وخطط كتير، بتحب التسوق وبتعتني بابنها كلارنس لأنه ابنها الوحيد. بيلسون أحد أصدقاء كلارنس، عصبي جدا ومهووس بألعاب الفيديو، بيقضي معظم وقته عليها وبيكره كلارنس جدا. دلوقتي احنا عرفنا أهم شخصيات الكرتون، هندخل دلوقتي في النظرية. صلي على النبي قبل ما نبدأ ويلا بينا. هنشرح النهاردة نظرية عميقة جدا هنركز فيها على كلارنس، واستعد عشان دلوقتي هدمر اللي اتبقى من طفولتك، ده لو بقي عندك طفولة أصلا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتنشر الفيديو مع أصحابك لأن ده فعلا بيساعد، وشكرا على الدعم اللي بتقدموه للقناة الفترة اللي فاتت. وعشان ما طولش عليكم أكتر من كده يلا بينا نبدأ. النظرية بتبدأ لما انتقل كلارنس المدرسة جديدة، وفي وسط الحصة طلب من المدرسة دعوة الطلاب لحضور حفل في منزله، وكلارنس كان متحمس جدا للموضوع ووزع عليهم الدعوات وبدأ يغريهم ويحببهم في المجيء. قال لهم هنقضي أوقات سعيدة جدا في المنزل، هناكل بيتزا وهنشاهد التلفاز الضخم اللي في غرفتي، وبعد منتصف الليل هنتعرف على بنيتنا الضخمة والغامضة. فبدأ الطلاب في السخرية من كلارنس بعد ما قال لهم انهم ممكن يروحوا معاه في أي وقت بعد المدرسة أو حتى ييجوا على العشاء مباشرة. رجع كلارنس للمنزل وجهز الحفلة هو ووالدته، اللي بعد شوية وقت سابته ومشيت من المنزل. جيف هو أول واحد حضر للمنزل، حاول كلارنس يقدم له أي شيء يجعله سعيد ومستمتع، لكن من الواضح إن اهتمامات جيف مختلفة تماما عن اهتمامات كلارنس. وبعدها حضر سومو، وأول طلب طلبه من كلارنس هو إنه يقص شعره، وبعدها بدأ سومو يقلد كل حاجة بيعملها كلارنس مهما كان اللي بيعمله كلارنس. سومو كان بيعمل حاجات مجنونة جدا مع كلارنس لدرجة إن هي كانت ممكن تؤدي بيه للموت، لكن سومو كان مستمر في عمل أشياء مجنونة مع كلارنس. في حلقة يوم التحدي كان في سر غامض جدا أعتقد إنه لفت أنظار بعض الناس. كلنا لاحظنا في الحلقة دي إن سومو كان بيتصنع الأفعال اللي بيعملها مع كلارنس، وإن هو في الأساس حابب اللي بيعمله، لكن كل اللي كان بيعمله قدام كلارنس ده عشان فقط كلارنس ما يحسش بالوحدة ويزعل، لأن سومو كان عارف كويس جدا ماضي كلارنس المرعب. هل أنت مستعد بمعرفة الجانب المظلم من كلارنس وتغيير نظرتك عن الكرتون تماما؟ بما إنك مستعد فيلا بينا نبدأ. كلارنس مش طبيعي أبدا، سومو مش حابب يخيب ظنه لأنه عارف كويس إن كلارنس بيعاني من الاكتئاب، والسبب هو إن كلارنس ما عندوش أب. هنلاحظ إن كلارنس كل ما بيشوف طفل مع والده بيعامله كأن والده الحقيقي وكان بيتعلق بيه بشكل رهيب جدا. كلارنس طول الوقت بيحاول يكون بجانب أهله وأصدقائه ولازم يكون حد قريب منه على طول، مستحيل تلاقي كلارنس واقف لوحده أبدا، ده لأن كلارنس مجرد ما يبقى في مكان لوحده أول فكرة بتيجي في دماغه هي الانتحار، وده لأن كلارنس فعلا بيعاني من الاكتئاب، والدليل موجود في حلقة ليل بادي. في حلقة ليل بادي كلارنس كان بيقدم صديقه الجديد دمية اسمها ليل بادي. الدمية دي كانت متسخة وشكلها غريب جدا، وكل أصدقائه اللي حواليه كانوا حاسين بالغرابة والرعب الشديد منها، حتى إن البعض كان بيبكي بشكل هستيري لأن الدمية دي هي دمية ملعونة. كلارنس كان بيعامل الدمية دي معاملة غريبة جدا وكأنها إنسان حقيقي. المدرسة عقبت كلارنس لمدة 5 دقايق بسبب إزعاجه للطلاب. كلارنس حس في ال5 دقايق دول بالوحدة الشديدة، بدأ يعرق ويتخيل إن هو في سجن، والسجن ده استمر لسنوات طويلة، قامت حروب وتغير الزمان وهو مازال في سجنه، لكنها في الواقع 5 دقايق فقط. بعد انتهاء العقاب انتهت معاه الفسحة، وفضل كلارنس حاسس بالوحدة وسط الجميع. بالليل فضل كلارنس في غرفته مع صوت الرعد والمطر، كان حاسس بتأنيب الضمير لحد ما انفعل ورمى الدمية في الحيطة وبدأ انه يكلمها ويلقي اللوم عليها. فجأة اتقطعت الدمية في ايده، فحس كلارنس بالرعب الشديد، اخذ الدمية بسرعة وجري بالليل تحت المطر في مشهد يشبه افلام الرعب، وحفر حفرة كبيرة في الارض مليانة بالديدان. صرخ كلارنس بصوت عالي جدا وكأنه تحول لشخص شرير. الدمية سيطرت على كلارنس تماما رغم ان كل اللي حواليه كانوا سعداء
وبيقضوا أوقات جميلة. وفضل كلارنس يعمل تصرفات غريبة ومش مفهومة وسط دهشة أصدقائه، حتى مدرسته ووالدته كانوا مستغربين جدا. كلارنس كان حزين جدا لدرجة إن المدرسة كانت بتعاقبه وما كانش بيحس بأي شعور، وهو بيلعب مع أصدقائه ما كانش حاسس بأي نوع من أنواع السعادة. تصرفاته كل يوم بتصبح أغرب عن اليوم اللي قبله، حتى أصدقائه المقربين لما حاولوا يتكلموا معاه تجاهلهم تماما وما حكاش معاهم كلمة واحدة. فضل كلارنس ماسك إيد الدمية الغريبة وبيخيف بيها كل أصدقائه، لحد ما طلبته مديرة المدرسة وقالت له إنها جايباله حاجة لازم يشوفها. وأول ما شافه كلارنس هي كانت الدمية. انهار من البكاء وحضن الدمية وقال لها كنت أفتقدك كثيرا. وخد كلارنس دميته الغريبة اللي بيها تخلى عن العالم كله وعن كل أصدقائه. لو أنت فضولي وركزت في كل حاجة أنا قلتها هتتأكد إن كلارنس بيعاني من الاكتئاب الحاد. كلارنس فيه كل مواصفات الاكتئاب، طول الوقت قاعد حزين وكئيب، حاسس بالوحدة وسط الجميع، مش قادر يفرح ولا يستمتع بالحياة زي كل أصدقائه. كل اللي حواليه عارفين إن هو مصاب بالاكتئاب وإن هو في أي لحظة ممكن يموت نفسه، ولذلك طول الوقت هتلاقي فيه حد بيراقبه وواخد باله منه كويس. ولو بتتساءل عن اكتئاب كلارنس وإحساسه بالحزن الشديد ده ليه، فهو لعدم وجود الأب. كلارنس طول الوقت بيفكر في والده، عشان كده كلارنس طول الوقت حاسس إن فيه حاجة ناقصاه. وإنت بتتفرج على كلارنس هتلاحظ إن هو طول الوقت بيحاول يعمل مواقف غريبة، كل المواقف اللي بتحصل بتأكد إن كلارنس فعلا شخصية غريبة. أحيانا هتلاقي كلارنس بيضحك وفجأة ولوهلة هتلاقيه حزين وكئيب جدا، وده دليل على إن النظرية التانية صحيحة، وهي إن كلارنس بيعاني من انفصام حاد في الشخصية. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. لو عندك أي نظرية عايزنا نتكلم عنها عن كلارنس أو عن الكرتون عموما اكتبها لي تحت في الكومنتات. وبس كده، ألقاكم على خير في المرة القادمة في أمان الله.